ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ خالد معاكم في فيديو جديد من ديجو تيوب، خطه 4-1-2-1-2. الخطه دي اتسالت عليها كتير، وازاي تقدر تعمل تاكتكس وتعليمات ليها علشان تقفل العمق تماما، محدش يقدر يخترق من العمق. تعالوا مع بعض في فيديو صغير كده اشرح لكم ازاي تعملوا التاكتكس بتاعتها والتعليمات بتاعه كل لاعب. ولو اول مره تشوفني يا معلم بقى لايك وسبسكرايب وشير حلوين كده، ويلا بينا نخش نشوف التاكتكس والانستراكشنز. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونخش على السكواد ونشوف الخطة بتاعت النهاردة. الخطة عبارة عن 4-1-2-1-2 اللي هي رقم 2، لان في واحدة تانية اللي هي رقم 1 اللي هي فيها 2 فيها LM وRM. لا احنا مش عايزين دي طبعا، احنا عايزين التانية دي، لان هي دي اللي بتقفل الوسط والعمق تماما، بتخلي الدنيا مسكرة يا معلم على الاخر. طيب نخش مع بعض كده بقى على التاكتكس بتاعتها ونشوف بنعملها ازاي وليه بنعملها كده. اول حاجه في التاكتكس انا بخلي اول واحده فيها بريشر اون هيفي تاتش، يعني يعمل بريس بعد التدخل قوي. ليه بقى؟ البريشر اون هيفي تاتش دي اللي هي بتبقى وسطيه ما بين البالانسد وما بين اللي هي الثانيه اللي هي البريس افتر بوزيشن لوس. البريس افتر بوزيشن لوس او الضغط بعد فقدان الاستحواذ دي بتخلي اللعيبه الاستامينا بتاعتهم تقل بسرعه. لو انت عملت التاكتكس على كده طول الماتش اللعيبه بتاعتك هتبتدي تتعب بسرعه، تمام؟ لكن البريشر اون هيفي تاتش اللي هو الضغط بعد التدخل القوي ده، لو عملتها دي متوسطه ما بين المتوازن وما بين التانية، لان المتوازن برضو بيبقوا اللعيبة ما بيضغطوش جامد جدا، بيبقوا متوازنين في الضغط، لكن البريشر اون هيفي تاتش بتخلي البريشر اعلى شوية، تمام؟ بس ما تتعبش اللعيبة بسرعة. تاني حاجة بخلي في الديفنس بخلي الويدز 55 وبخلي الدبس 65، تمام؟ نيجي بقى للايه؟ للهجوم. انا بعمل في الهجوم طبعا البيلد اب بلاي او بناء اللعب بخليه بالانسد، ما بخليه متوازن، ما باجيش جنبه. طبعا كالعاده التشانس دي على طول بنعملها دايركت باسنج عشان الباس تروح زي ما انت شايف كده، اول ما اللعيب يخترق الايه الباس تروح له، تمام؟ بالنسبه للبلاير ان بوكس انا بفضل في الخطه دي ان احنا نخليهم 5 أو 6 ماكسيموم، اوكي؟ لان اوريدي انت عندك كل اللعيبه موجوده في المنتصف، ما عندكش اطراف، تمام؟ اللعيبه كلها بتبقى متمركزه في المنتصف. بس اهم حاجه التعليمات اللي انا هقول لك عليها بعد التاكتكس هي دي اللي انت تعملها علشان تعرف تلعب بالخطه دي كويس جدا، تمام؟ تاني حاجه الكورنرز والفري كيك بخليهم 1-1، لان برضو انا ما عنديش اطراف كلهم في القلب، فهي 1-1 كفايه جدا. نيجي بقى نخش على الانستراكشنز. زي ما انت شايف كده الخطه عامله ازاي، هي كلهم مرصوصين في نص الشاشه، زي ما انت شايف كده في نص الملعب اللعيبه كلها مرصوصه ورا بعضيها، فانت لازم تديهم تعليمات معينه علشان ما يبقاش في زحمه وتعرف تهاجم وتدافع في نفس الوقت. اول حاجه بالنسبه للاثنين الهجوم، انا بدي اول واحد اللي هو بنزيما ده مثلا بخليه جيت بيهايند وبخليه ستاي فورورد، يعني بخليه البقاء في المقدمه واختراق الستاي فورورد، يعني بقاء في المقدمه، والثانيه جيت بيهايند اللي هي اختراق الدفاع. ونفس الكلام برضو بعمله مع الاسترايكر الثاني، مع المهاجم الثاني بخليه ستاي فورورد ما يرجعش يدافع، وفي نفس الوقت بعمله جيت بيهايند اختراق الدفاع. بالنسبه للكام، وده مهم شويه ان انت تعرف المفروض تعمل معاه ايه. الكام يا معلم ده طبعا اول حاجه هتخليه ستاي فورورد، تمام؟ هتخليه موجود قدامه على طول عشان تعمل مثلث هجومي ما بين الكام والاثنين مهاجمين. مثلث هجومي تقدر تعمل تيكي تاكا بقى وايه 1 2 هات يا معلم رايح جاي، فهو ما يرجعش يدافع علشان يعرف يعمل التيكي تاكا دي ويعرف يعمل المثلث الهجومي اللي قدام ده. اول حاجه. تاني حاجه هتعمله جيت انتو ذا بوكس فور كروسنج، هتخليه يخش الصندوق علشان لو عملت عرضيات سواء بالباك اليمين او بالباك الشمال يخش يزود عدد الهجوم في الصندوق في اثناء العرضيات، تمام؟ ده بالنسبه للكام، ودي مهمه جدا. نرجع نيجي بقى للسي امات. انت عندك 2 سي امات، عندك واحد يمين واحد شمال، اللي فيهم عايزه يهاجم، زي مثلا انا هخلي كايت ده هو اللي يهاجم مش كروس، تمام؟ فعشان يهاجم، عشان تخليه يهاجم هتعمل له حاجتين. اول حاجه لازم تخليها كفر سنتر اللي هو يغطي المنتصف، لان انت اوريدي كلهم في المنتصف، انت مش عايزه يطلع لبره، انت اوريدي بتقفل بالخطه دي
المنتصف تماما، ما حدش يعرف يعمل لك اختراق من العمق تماما، فبنعمل له كفر سنتر بس بديله هنا جيت انتو ذا بوكس فور كروسنج، بس تعمله كانه وينج، كانه ال ام او ار ام، اللي هو يطلع يحاول يرفع معاهم او يخش الصندوق عشان يعرض، تمام؟ فده بستعمله اللي هو اللاعب اللي انا في السي مات اللي انا عايزه يهاجم، اوكي؟ التاني اللي انا عايزه يدافع بخليه اللي هو زي كروس مثلا، بخليه ستاي باك وايل اتاكينج، يعني بخليه البقاء في الخلف اثناء الهجوم، وفي نفس الوقت بخليه برضو كفر سنتر، تمام؟ دول بالنسبه للسي ام. اما بقى بالنسبه للسي دي ام، فده اهم واحد يا معلم، وده لازم تعمله كات باسنج لينز، يقطع كل التمريرات اللي معديه، تمام؟ وتخليه برضو كفر سنتر، ما يروحش لا يمين ولا شمال، عشان يقف في النص كده اي حاجه جايه يقطعها يا معلم. بالنسبه بقى للاثنين السي بي، انا ما بجيش جنبيهم، هم زي ما هم ستاي باك وايل اتاكينج، ما بجيش جنبيهم تماما. اما بقى الاثنين الباكات، فاول واحد فيهم بخليه ستاي باك وايل اتاكينج، والتاني برضو بخليه ستاي باك وايل اتاكينج. ليه بقى بخلي الاثنين البقاء في الخلف اثناء الهجوم؟ لان انا اوريدي اديت السي ام اللي عندي، اديته ان هو يطلع في الهجوم، خليته جيت انتو ذا بوكس فور كروسنج، يروح للبوكس فور كروسنج، فمش هينفع اخليه هو يطلع وفي نفس الوقت الباك كمان يطلع، يبقى انا كده فتحت الدفاع عندي جامد. لكن لو انا خليت ده مثلا ستاي باك وايل اتاكينج هو كمان، يعني خليته البقاء في الخلف اثناء الهجوم، ممكن ادي الباك بتاعي ان هو يجوين اتاك، اللي هو يشارك في الهجوم، والاثنين لازم تديهم اوفرلاب اللي هي معكوسه، تمام؟ تدي الاثنين اوفرلاب علشان لو طلعوا يعرفوا يعملوا كروسات كويس. ودي كانت التاكتكس والانستراكشنز بتاعه الخطه دي يا معلم، اللي هتخليك تستفيد منها احسن استفاده. اكتب لي في الكومنتات لو جربتها وعجبتك، وما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب والشير يا معلم. اشوفك في فيديو جديد من ديجو تيوب. سلام.